هاد أعضاء فريق اتحاد تيزيرت اللي تاهو من أحد الضحايا ديال فاجعة ملعب تيزيرت. بالنسبة للخبر ديال السي نور الدين مرابط، كيف ما كتعرفو اللي هو لاعب المنتخب الوطني ومحبوب الجماهير المغربية والجماهير العربية ككل، لاعب النصر السعودي، كنتمناو ليه التوفيق في رفقة الفريق ديالو ورفقة المنتخب الوطني، وكنتمناو ليه مسيرة موفقة في المجال الكروي ديالو. أولا كنتمناو هذا الخبر أنه يكون صحيح، لأن أسر الضحايا محتاجين مساكن، محتاجين وهذا الشيء إلا كان بصح غيزيد يدخل عليهم واحد شوية ديال الفرحة وغينسيهم، ما نقدرش نقول غينسيهم، وإنما غيخفف عليهم آلام وأوجاع ديال الفرق الأهالي ديالهم. وكنتمناو من المغاربه كاملين ومن العرب ومن العالم انه يتضامن مع اسر الضحايا ومع ساكنه تيزرت ككل، لانهم ولاد راجل واحد، كلهم ولاد العمام، كلهم عائله واحده. كنتمناو انهم يشوفوا فيهم ولو بالدعم المعنوي قبل المادي. محتاجين كل شيء مساكن، لا طرقان دابا، لا طرقان امراه محبوسه، الماء ما كاينش، الماء ما يشربو ما كاينش دابا، يعني سيتيرنا وحده من الصباح اللي جابت لنا السلطات راه هي يعني لا اله الا الله، الناس راه في حاله يرثى لها ولا اله الا الله محمد رسول الله. معكم اغلى حسين عميد فريق اتحاد تيزيرت، كنوجه رساله للاخ ديالنا السي نور الدين المرابط على، وكنشكرو على المساهمه اللي وعد بها في المواقع الاجتماعيه، باللي راه غيساهم مع فريق ديال تيزيرت ومع ضحايا ديال تيزيرت بواحد المبلغ مالي. وان شاء الله نتمنوا والله يكون الخبر يعني صحيح، ويكون ان شاء الله خبر اللي غادي يفرج الكربه ديال هاد الناس ديال دوار تيزيرت. الناس هنايا راه تقطع عليهم الحبل، يعني الواد تقطع الماء، كرفس لهم الجنانات، كرفس كل شيء، الناس يعني تضرت بزاف، محتاجه المساعده. ونتمنى والله يكون الخبر صار، يكون خبر صحيح، ويكون صار ويدخل الرحمه للقلوب ديال الاخوان ديالنا اللي تضروا في والديهم وتضروا في اولادهم، فلتات الاكباد ديالهم راها توفات. نتمنى والله الله يعوض خير. وكنشكروا السي المرابط الا كان الخبر صحيح، كنشكروك. وحنا مدينين الاهل ديالنا في الريف والاهل ديالنا في المغرب والاهل ديالنا اللاعبين ديالنا بصفه عامه ديال المنتخب راهم على راسنا وعينينا. نتمنى والله يكون الخبر صار ويعني يساعدوا هاد الناس راه في حاله لا يرثى لها. وكنتمنى الاخوان ديالنا في يعني اللي يشاهدوا هذا الفيديو والاخ ديالنا بالخصوص السي نور الدين الامرابط يشوفوا في الفريق ديالنا اتحاد تيزيرت بعين الرحمه، لان كنحتاجوا للدعم يعني كان المادي والمعنوي. ونتمنى والله يعني الوعود اللي وعدونا بها اللي وعدنا بها في الصحف الالكترونيه تكون صحيحه، ونتمنى والله يكمل الوعد ديالو هذا ما كان.